الجمهورية الإسلامية وبعدها يستمر هذا دعم إيرانية. وحتى هلا لا نريد أن أتدخل في الجزئيات، ولكن مع الأسف هذا الأيام بعد استشهاد شهيد إسماعيل هنية الذي كان ضيفنا في إيران وكان علينا ثقل كبير ومسؤولية كبيرة، فهذا الضيف كان قتل في بيتنا، نحن نريد أن نرد على هذا الهجوم الإسرائيلي، ولكن بعد دلائل متعددة. يعني سعد السفير، هذا الرد جاء في وقته أم تأخر شيئا؟ نعم على أريد أن أشرح لكم لماذا تأخر. ومع الأسف هذا التأخير التي أنا أقول لك ليش، بعد مدة تأخير مع الأسف كنا شاهدنا بعض الجهلة والمعاندين وحتى العملاء الإسرائيليين وغيرهم بدأوا بانتشار بعض الأخبار، بعض الشائعات بهدف إيجاد فصل بين إيران والمقاومة، بين شعوب المقاومة، إيران تخلى عن المقاومة، إيران تخلى عن حزب الله، عن حماس، وهذا كل افتراء كذب، لأنكم تعرفون أول بلد دفع عن فلسطين كان إيران. إيران أثبت دفاعها، دعمها، شجاعتها، ودفع فزيهات وضرائب كثيرة من أجل تحرير القدس من البداية. كل كثير من العلماء من إيرانيين استشهدوا في سوريا، في لبنان، كما كيف يعني من يستطيع أن ينفي دور الحاج قاسم سليماني في الدفاع عن فلسطين، في الدفاع عن القدس؟ مع الأسف أنا أقول ليش تأخرنا في الدفاع، يعني للرد على إسماعيل هنية، أن هذا كلام من دكتور باغري رئيس أركان الجيش الإيراني، قال نحن كنا نريد أن نعمل رد على إسرائيل، ولكن طلب أمريكا منا أن هو يقف وقف إطلاق النار في غزة، وطلب منا أن لا نرد على إسرائيل من أجل الوقف إطلاق النار على غزة، ولكن مع الأسف ما وقف بهودهم وما منعوا إسرائيل من إطلاق النار. وهذا المدة تقريبا حوالي 40 يوم كنا في انتظار، ولكن بعد استشهاد فخامة سبعة السيد وأقيد نيك فروشان في سوريا، نعم، هذا لا يتحملنا، كان صبرنا خلاص ونحن عملنا بس. يعني هذا التأخير في دلائل متعددة، بعضهم سياسي، بعضهم تعرفون. إذن سعد السفير، هذا الرد كان ردا فعالا، وننتظر تحركات أخرى من طرف إيران باتجاه الجيش مبدئيا تعرف سعادة أستاذ حبيب، سمعتم إيران قصف بحوالي 200 صاروخ على إسرائيل. نعم. هم اعترفوا بأن كثير منهم شو اسمه وصل إلى إسرائيل، ولكن هم يعتقدون بأن إيران بهذا الهجوم ما قتل إلا شخصين فلسطينيين. ولكن نؤكد لأن من البداية ليس عندنا هجوم على المستشفيات أو على شو اسمه بنايات على المدن على الناس. وحتى حتى الدكتور باقري قال نحن لا نريد أن نخصف الأمور الاقتصادية ومباني مناطق صناعية، نحن فقط قصفنا مراكز عسكرية، ثلاث مراكز أساسية نحن قصفناها في إسرائيل، مركز موساد في إسرائيل، قاعة عسكرية نواتيم، قاعة عسكرية هاتسيم، هذه المواقف القواعد العسكرية التي كانوا مكان في طائرات العسكرية F-35 وطبعاً القاعدة التي منها قصفوا سماحة السيد حسن، وبعض الرادارات وبعض مراكز التجمل دبابات. يعني في هذا الهجوم الإيراني أصلاً لا من البداية لا نقصد قصف الشعب الإسرائيلي أو نقصف مثلاً مراكز اقتصادية أو نقصف مراكز تجارية. نعم يعني إذن الضربة كانت موجعة لإسرائيل بالطبيعة، موجعة جداً لأن الآن إسرائيل وأمريكا يقولون نحن نرد بشدة على إيران، هذا يدل على صحيح. الموجعة الضربة الإيرانية. نعم. سعد سفير مير مسعود حسينيان، تونس كذلك من البلدان التي خاض شبابها غمار المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني إلى جانب الفلسطينيين في فلسطين نفسها وكذلك في جنوب لبنان، يعني في فترات ومراحل عديدة منذ دكتور حبيب. نعم دكتور حبيب، أنا كنت عند سماحة السيد المرحوم
السيد الرئيسي فخامة الرئيس الإيراني. أيوة. هو قال شخصيا مباشرة، قال في مراسم في توديعي إلى كنت ستة سفيرة ومراسم التوديع، هو قال أنا وكنت وفخامة الرئيس القيسائي في الجزائر، التقينا في الجزائر، والموقف المشرف ومثمن من فخامة الرئيس التونسي في الجزائر كان جيد جدا. يعني سمعت الشهيد رئيسي كان مفتخر بمواقف السيد فخامة الرئيس التونسي في الجزائر. نعم. مواقفه مفتخر لنا، هو يقول التدبير خيانة عظمى، وأمس كنا شاهدنا في شواهد بشوارع تونس الشعب التونسي والشباب التونسي، والحمد لله الحمد لله. نعم. سعادة السفير مير مسعود حسينيان، شكرا لك على تدخلك في الإذاعة الوطنية التونسية. وأنت سعادة السفير ما عندكش مدة كبيرة من اللي جيت لتونس، يعني عندك فترة. أنا جيت حوالي 7 أشهر. 7 أشهر. إن شاء الله موفق في العمل الدبلوماسي متاعك، وأهلا بك في تونس، وتحية للشعب الإيراني والنصر لفلسطين. إن شاء الله إن شاء الله. ممنون حبيب، إن شاء الله النصر للإسلام والنصر للمستضعفين والمقابلين في العالم، وإن شاء الله سنرى بأقرب وقت إن شاء الله زوال الكيان الصهيوني، وسنصلي معكم إن شاء الله في مسجد الأقصى كل المسلمين. يعيشك، شكرا سعادة السفير. وتحية للقسم الثقافي بسفارة فلسطين اللي يتعاونوا معنا بطريقة معنا حرفية. شكرا. ممنونك. يعيشك، إلى اللقاء.